حاجة بقى خطيرة جدا، مش معنى ان انا عملت صرف في البدروم معنى كده ان انا اقدر استحمل بقى ايه اي مطر يجيلي وبالذات الشارع. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي الصرف بتاعي في البدروم او هعمل صرف للبدروم، يبقى اقفل وامن حدود البدروم تماما من اي مية، من اي مية خارجية. يعني فرضنا مثلا ماسورة مية عمومية ضربت في الشارع، فرضنا في حصل سدد في الصرف العمومي وبدأ المناهيل تطفح والدنيا ايه تغرق بره، المطر شديد جدا والميه بتاعت الشارع منصوبه عليه، الكلام ده كله ما ينزليش البدروم. فده مبدئيا انا مش هحمل على طرمباتي ما لا تتحمل. يعني الطرمبات اللي موجوده عندي في البدروم خاصه بصرف البدروم وشويه المطر اللي هينزلوا لي في خلال الاريا بتاعتي، بس بتاعت البدروم البيزمنت. فانا مش هصمم انا محطه طرمبات ترفع لي كل الميه دي، وفي ناس بيوتها غرقت وحصل فيها مشاكل وفي عربيات باظت والدنيا خربت. بص الميه عامله ازاي؟ انت النوع مش مساعد. مش عشان الطرمبات بايظه، ايا كانت الطرمبات اللي انت هتركبها المفروض تركب مثلا طرمبات نظيفه نوع محترم ماركه كويسه تمام، بتايمر بلوحه كهرباء وتطمن على صيانتها مثلا، تتاكد على انها شغاله وكل حاجه تمام. بس في حاجة أهم، إن أنا أعزل البدروم تماما عن المحيط الخارجي. بمعنى إيه؟ أي مية في الشارع زي اللي إحنا اتكلمنا عليها دي ما تنزليش تحت البدروم أصلا. فالحل بسيط جدا يا جماعة والله، إن أنا مثلا إيه مبدئيا الشارع بتاعي من بره مثلا نازل بميول، يعني الطريق نازل بميل من يمين للشمال من الشمال لليمين، المهم إن في كونتينيونتي مستمرة في الميل بتاع الشارع نفسه. يعني لو أنا وقفت قدام الوحدة بتاعتك، أقف قدام الوحدة بتاعتك وبص على ميل الطريق المحمل الطريق، هتلاقي الطريق جاي من علي مثلا لواطي ومكمل حتى بعد الايه بعد الفيلا بتاعتك. مادام الطريق مكمل ميل في الاتجاه بتاعه والوحده بتاعتك موجوده في نص الميل، يعني المفروض ان هي مكمله ميل بعدك، فانت كده القطعه دي في مأمن من الايه من الميه. بمعنى ايه؟ ان انا هاجي بس هعمل احتياط صغير جدا قدام الرمب، هعمل مطلع صغير، هطلع مثلا بارتفاع الرصيف ولو 15 سنتي، منزلش مباشرة من الشارع للبدروم مرة واحدة، لا لازم اعلى بالمنسوب بتاعي 15 سنتي مثلا ولا حاجة كرمب تمام، منحدر كده خفيف العلو، وبعدين ابتدي انزل تاني تحت، يعني كأني عامل زي مطب كده. المطب ده هيعمل ايه؟ لو في اي مية جاية ماشية سند على الرصيف ومكملة، اول منحدر هتقابله هتروح نازله، فهينزل لك مثلا ميه شارع كامل، سواء بقى ماسوره ميه عموميه او صرف مسدود او مطر نازل، الميه دي كده لا انت مش هتتحملها تحت. عندي ثلاث عربيات غرقانه تحت الميه لغايه دلوقتي مش عارف اطلعهم. والطرمبات بتاعتك لو انت عامل محطه رفع مش هتستحمل، فلازم برمب خفيف كده ان انا بعلى بمدخل البدروم بتاعي شويه 15 سنتي، بحيث اكمل الرصيف كانه ماشي كونتينوس، المايه جت عندي كملت جت عند الرمب ما قدرتش تنزل البدروم راحت مكمله في وشها، واستمر الميل بقى ماشي في الشارع زي ما يكون بقى خلاص المشكله بتاعتي بقت بره مش جوه ايه مش جوه المبنى. دي اول حاجه. فانا كده امنت البدروم بتاعي ان انا ينزل لي اي مايه خارجيه، فالطرمبات اللي موجوده عندي تقدر ترفع شويه الصرف الموجودين، تقدر تستحمل الميه اللي نازله من المطر، ومأمن حالي داخل البدروم. ولما وصلت للجزء ده من الفيديو ما تنسناش دعمك باللايك والشير والسبسكرايب، لان ده فعلا بيساعد. ويلا بينا نكمل الفيديو. هقول لك حاجه بقى اخيره، لو انت بقى الطريق بتاعك انت اخر فيلا مثلا في الشارع ده او في قلب الكومباوند اللي موجود ده، والطريق كله نازل ميل ناحيتك انت ومش مكمل ميل تاني، يعني انت اخر وحده والميل الطريق بالكامل جاي عليك، نصيحة ما تشتريش القطعة دي ولو ببلاش، لأن المفروض المناطق اللي بتبقى أخيرة دي تعتبر مخر سيول أو تجميع مية كاملة جاية ناحيتها، فالمفروض القطعة اللي حراك فيها دي تبقى إيه؟ تبقى مثلا منطقة لعب أطفال، محطوط فيها خدمات مثلا، محطوط فيها حاجة لا تستخدم كوحدة ولا يتحط فيها مثلا قطعة أرض إن أنت تشتريها وتسكن فيها. مهما عملت من احتياطات مش هتقدر تتحمل كافة المية اللي جاية لك من الطريق، هتنزل لك وهتغرق المكان. الحاجة التانية الخطيرة برضو ان انا دلوقتي المية اللي طالعة من عندي
طالعه بريشرايزد ضغط ميه الصرف البدروم اللي خارجه من البدروم طالعه فوق طالعه بريشرايزد بسبب المواتير او الطرمبات الموجوده عندي تحت. الميه المفروض بتطلع على غرفه التهدئه اللي هو سلو داون شامبر مثلا، ومنها للايه للصرف العمومي. انك تختار مكان غرفه التهدئه اللي موجوده بره لازم تختاره بعنايه، انه يكون في رصيف بظهر التشطيب بتاع الرصيف مايل ناحيه الشارع. ده هيعمل ايه؟ ده هيخلي حاجه بسيطه جدا، فرضنا الصرف العمومي اللي موجود اتسد. لو الصرف العمومي اتسد او هيبقى مانع ان الصرف يمشي، الصرف مش هيمشي، الصرف دلوقتي فيه حاجه استق كده، في حاجه عالقه في قلب الماسوره وسد المسار انه يمشي الصرف. فلما الصرف بتاعي مش ماشي ايه اللي بيحصل؟ الميه هتبتدي تعلى وتطفح من الايه، تطلع من قلب غرفه التهدئه. في عندي مثال صعب جدا لاختيار مكان غرفه التهدئه، موجود في قلب الرمب وميوله ناحيه البدروم تحت. خلي بقى الموضوع ايه، الطرمبه تحت عماله شغاله باقصى عزم فيها انها ترفع الميه تطردها بره البدروم عشان تامن لك البدروم بتاعك، فبتروح طفحه من غرفه التهدئه ونازله لك تاني من الرمب للبدروم لجريلات المطر. فبتعمل كده كلوزد سيركل كده كده، الترمبه شغاله على الفاضي انها بترفع الميه من البدروم تطردها بره، الصرف العمومي مسدود فتروح رده ورجع لك تاني. المفروض مكان غرفه التهدئه ده يبقى متغير، يبقى مرفوع عن الطريق، موجود في حته امان، ميول التشطيب بتاع الرصيف للشارع، بحيث لو حصل طفح تحصل طفح في الشارع. وبعد كده نتفاهم بقى، يعني نشوف احنا طلعنا كده المشكله بره الوحده بتاعتي، وبعد كده اتصل بقى بالحي نكلم بقى الناس، تعالوا يا جماعه في مشكله صرف. نصيحتي بقى لاي حد هيشتري البيزمنت مثلا مع دور ارضي، ان انت تعمل حماماتك او تعمل مطبخك او معظم الاستخدامات الميه بتاعتك تبقى في الدور الارضي، عشان يبقى زي ما قلنا الصرف بتاعك ماشي بميول والكلام ده كله، او على الاقل تعمل حسابك في وحده حمام او اتنين في الدور الارضي. في بعض الحالات لما بيحصل امطار والدنيا بتبتدي تغرق والكلام ده، بيقطعوا مثلا ميه ونور عن المنطقه، في امطار شغاله، في حاجه تبقى البياره اللي موجوده عندك تحت تقدر تستحمل شويه المطر اللي نازل للبدروم. طبعا لو عندك مولد في البدروم وتوصل احتياطيا على البياره فده ممتاز جدا، انما لو مفيش مولد فانت هتضطر تقفل الحمام بتاع البدروم او المطبخ بتاع البدروم، ما تستخدمش اي ميه فيه لان كل الميه دي هتبقى حمل على البياره بتاعتك اللي تحت. ونصيحه بقى تانية، ان انا منزلش بالرنب اساسا للبدروم. يعني انا مش فاهم، لو انا عندي مثلا فيلا او عندي وحده معينه وهقدر اركن العربيه بتاعتي كدور ارضي، ففي ناس كتير انا شفت الحل ده بيبقى جميل جدا، ان انت تروح عامل المدخل بتاعك على العالي، دخلت بالعربيه فبتروح صابب لها بلاطه خرسانه كده ان انت تثبت العربيه عليها ويعمل لها مظله والدنيا حلوه وما تنزلش البدروم. وفي نفس الوقت المساحه المستقطعه من الرمب كل المساحه دي بقت او الدور اريا عندك تحت في البدروم تقدر تستخدمها ليفل واحد والدنيا حلوه، تقدر تستخدم البلاطه الخرسانه اللي انت صبتها للعربيه، انت توقف عليها العربيه تحط تحتها مثلا مكان مخزن ليك تعمل حاجه وتنزل بسلم بقى للبدروم، الدنيا تمام، ولا في عندي رمب ولا عندي ميه نازله ولا اي حاجه، وعزلت انت تماما الايه البدروم. وبعض الحاجات اللي انا برضو بحب اعملها، يعني ان احنا نعمل البدروم ممكن يتقسم اتنين، ممكن يبقى فيه جزء باركنج وجزء تاني مستخدم ويبقى له دوبلكس مع الارضي والكلام ده كله. فأحبس بصراحة أن يتعمل بيارة تانية مخصوصة للإيه؟ لحماية المنشأ ككل. يعني فرضنا واحد من بتوع البدروم دول مش موجود، أو واحد من اللي ساكنين البدروم غايب عن المكان مثلا أو كده، فبدل ما الدنيا تغرق والعربيات تبوظ والكلام ده كله، فنصيحة للناس سكان العمارة، هنعمل بيارة تحت في قلب البدروم مع طرمبات غطسة، بحيث نجمع عليها جريلات صرف المطر للرمبات اللي نازله للبدروم او منطقه الباركنج العام. هنعمل جريلات صرف ونجمع عليها المطر، وتبقى متوصله لوحه الكنترول والطرمبات اللي موجوده دي كلها بالكهرباء العموميه للمبنى، مش في عداد لكل وحده وفي عداد تاني لاناره السلم والاسانسير والسور، دي بتبقى ايه مرافق عامه للمنشا ككل. فنوصل عليه بالمره البياره بتاعه البدروم، عشان لو حد من العملاء اللي تحت مثلا غاب، راح سفريه طويله مثلا، مش موجود مش متاح، والمطر اشتغل وممكن الكهرباء تكون قطع عنده، او في عنده مشكله ان اللي مثلا حصل حاجه والكهرباء قطع، فمعنى كده ان البدروم هيغرق والدنيا يعني ايه هتبقى دمار. فنصيحه ان احنا نستغل الجزء الباركنج العمومي، يعني نعمل فيه بياره ثانيه للمنشا ككل، بحيث نامن حالنا ويبقى كهربتها متوصله بكهربه السلم والاسانسير، ويبقى ده عددها عداد العماره، عشان نبقى مطمنين ان حتى لو واحد ساكن في العماره هي ايه هيخلي باله من العماره كلها. بس كده يا جماعة، أتمنى يعني أكون إيه لميت كل الأسئلة المهمة يعني، أو
يا ريت اكون وفيتها كلها، ونتمنى السلامة للجميع يعني، وتحياتي ليكم واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.